رح ننتقل لزينة وأجندة. صباح الخير يا زينة. صباح الخير رونا، ماشي الحال؟ الحمد لله. كتر خير الله. رح نعرف اليوم عن مواضيع جديدة أكيد، وإيفنتات عم تصير ببيروت. مزبوط. أكيد أنا بدوري بدي أوجه تحية لكل مشاهدينا وين ما كانوا بلبنان وبكافة أنحاء العالم. طبعا أجندة عم بيرفقكم كل تنين بهالوقت تقريبا بعالم صباح، وكل تلاتة صار موعده الساعة 10:30 بتوقيت بيروت دايما عبر شاشة تلفزيون مستقبل بمواضيع عديدة متنوعة وأكيد بتفيد كتير من المشاهدين، وايضا لكل الناس اللي بحبوا يعرفوا شو عم بيصير بلبنان من نشاطات متنوعه وعديده على صعيد الثقافي الفني والاجتماعي، ان كان مش بس بلبنان انما كمان بالعالم العربي. خلينا نبلش اليوم مباشره مع تكريم الشاعر طليع حمدان، رح نشوف بعض المشاهد وبنرجع معكم كمان لنتابع مع نشاطات متنوعه وعديده. مع أجندة، ولكن هالمرة رح ننتقل مع رحلة عن جد أنا ما بنساها أبدا. رحلة كانت كتير حلوة لهيك صحفية وأيضا لتقريبا 15 ترافل ايجنسيز. كنا رحنا على محل كتير حلو على الغردقة بدعوة من مصر للطيران وأيضا من جزيرة ترافل. رحنا على الجونة وعلى مناطق حلوة كتير بالغردقة. عن جد رحلة كتير حلوة. أي وقت كانت؟ كانت من تقريبا شي جمعتين ثلاثة. ورح نشوف هيك مشاهد نحن والمشاهدين ولا أحلى. ننتقل نشوفها سوا. هنتحملها محافظة بقية هنكملها عشان أيمن نسي قولها في بشرة خير محافظة زعلوا من جسمي قالت لي ما قالش طب اسمي يا تعتذروا بيان رسمي يعني زعل كتير وبنادي على المنصوري وابني خلت منهوري والستات طبعا مصر انت عارفه هي من اقدم الشركات العربيه في المنطقه واحنا بقالنا 82 سنه. طبعا احنا اول حاجه بنشجع السياحه العربيه اكتر يعني من اي سياحه اوروبيه. اللبنانيه بيحبوا جدا يجوا مصر وبالذات شرم الشيخ، فاحنا فكرنا انه نوريهم ان في حتت تانية ممكن يجوها في مصر غير شرم الشيخ، عشان كده فكرنا نعمل الرحله دي للجونه لان هي جونه من المناطق المميزه جدا في الغردقه أو فيها نشاطات كتيرة ممكن يعملوها وبحر وكده. وأنا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده. فرق
بين شرم الشيخ والغردقه والجونه، خاصه ان شرم الشيخ يمكن هي ما فيش غير نعمه باي، بس هو ممشى كده طويل وفيه الاوتيلات. هنا يمكن الفرايتي اكتر لان المساحه اكبر وفي اوتيلات كتيره، وفي من الاول الفايف ستارز ولغايه الثري ستارز، ففي تنوع اكتر يجي شرايح مختلفه من السياحه. الجونة من أجمل 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 المناطق الموجودة، منطقة شيك إليت راقية، يعني إحنا هنا في مصر بنعتبر الجونة دي حاجة هاي كلاس. الجونة عبارة عن 1,000,000 متر مربع، فيها كم فنادق كبير، فيها شيراتون ومافن بيك كفايف ستارز، فيها بعد كده شتايجن برجر جونة، بوتيك هوتيلز كتيرة، في حوالي 8 أوتيلات بوتيك هوتيلز. فيها بالليل تتميز بمارينا يخوت تحفة خرافية، حواليها بابس وبارز وميوزك بالليل، سهرات بتاخد العقل. فيها كمان داون تاون الجونة، كافيهات، شيشة، مطاعم، منطقة ريلاكسيشن تحفة. أغلب الألمان الاسكندنافي السويس يحبوا قوي يجوا الجونة هنا. هو السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، بعد السلام احلى الكلام، نسهر ندوب. احنا في شيراتون ميرامار الجونه، طبعا مدينه الجونه معروفه جدا، هي من احدى مدن الغردقه، بس هي بتتميز بخاصيتها شويه. هي مدينه بتبعد حوالي 17 كيلو عن الغردقه، وبتبقى مميزه ان هي فيها مجموعه فنادق على البحر دايركت. احنا من ضمن مجموعه الفنادق اللي على البحر، واكشولي هم 2 هوتيلز اونلي. الاوتيل ما يميزه ان هو بطابع نوبي، هو نوبيان ستايل، فانت بتجمعي بين 2 ديستنيشنز ريزورت وفي نفس الوقت الحضارة المصرية القديمة. بعد السلام احلى الكلام، نسهر ندوب حب وغرام، دي الحياة هلا، يلا بينا يلا نحسن الايام. يعني اول شيء احنا كتير مبسوطين بتلفزيون المستقبل، كان معنا بضيافة مصر للطيران والجزيرة ترافل. رحلة كانت كتير حلوة، وتعرفوا فيها الوكلاء على الجونة وعلى الغردقة وعلى مناطق جديدة كتير حلوة فيها جذب سياحي قريب كتير لشرم الشيخ، ممكن يجوا يشوفوها، وإن شاء الله طبعا يكونوا كلهم انبسطوا، وأكيد أنهم انبسطوا. هو الإحساس بالأمن عموما اختلف كتير جدا في الفترة اللي فاتت عن دلوقتي، وأعتقد بيتنامى الإحساس بالأمن في الفترة اللي موجودة فيها، باللي بيشجع السياحة وشجع وجود الأجانب زي ما حضرتك شايفة وشجع وجود عرب، وأعتقد إن دي هيكون حافز بالأخوة اللي حضروا وشافوا مصر في الفترة الصغيرة دي، هيكون حافز إن هم ينقلوا الصورة الجميلة دي لبرة، وإن شاء الله هتكون كل البلاد العربية آمنة وهنعيش كلنا في أمن. و يعني ان شاء الله رب العالمين اللي جاي انا متوقع او مستبشر انه هيكون احسن كتير. السلام عليكم، السلام عليكم، والسلام عليكم. بدي اقول مرسي كتير لكل اللي عن جد المعنيين وكل القايمين على هيدا الايفنت اللي صار، مدام انجي ومسيو بسام وكل الاشخاص اللي دعونا كمان. رح نتابع ونبقى هلا مع مؤتمر صحفي بمناسبه اليوم العالمي للسلام. اليوم نحن بمتحف ميم اللي هو المينرالز ضيوف عند سيد سليم قدي، وبمؤتمر صحافي لحتى نعطي برنامج لجورني بور لا بي دو ليبان 2014. هيدا النهار السلام خلق بلبنان من 3 سنين، ولكن بالامم المتحده خلق من 33 سنه.
بداية بدي أشكر بي إيفنتس يعني على هالخطوة المهمة يلي شعرت كمان بمسؤوليتها إن تثبت قواعد السلام يلي كل العالم مصر إنه حتى مقابل الشر هناك قوة السلام والمحبة يلي رح تطغى مع الوقت. نحن منقول بجمعية بيروت ماراثون إنه مشوار السلام ما بيصير بين خطوة وخطوة، هو مثل الماراثون مشوار طويل. اليوم نحن مشاركين بهال great event Peace Day، يوم السلام اللي نحن متمناه لكل لبنان، لأنه هيدا حلمنا يكون في وحدة وطنية ويكون في سلام لهالبلد اللي نحن أحلامنا وإيماننا إنه يصير أحسن ويتعزز. شكرا لك زينة. رح نتوقف مع فاصل إعلاني وما بعدها من كفة عالم الصباح.